فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم اقتناء القطط كفعل أبي هريرة رضي الله عنه؟ لا بأس اقتناء القطط، لا بأس، بدليل حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، في هرة لها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على أنه لأنها لو أطعمتها وسقتها أنه لا بأس باقتنائه. والهر من الطوافين، هو غير نجس، وما يشرب منها ويأكل منها غير نجس، لأنه من الطوافين التي تطوف على الناس في بيوتهم، ولو كانت نجسة لشق ذلك على المسلمين. نعم.